أصدقائي المشاهدين والمستمعين، من صباحكم بالخير عبر صوت لبنان بحلقة جديدة من برنامج نقطة على السطر. رح نحكي فيها عن ملف النقل. يعني ما مضي 48 ساعة حتى تشتغل باصات النقل العام الجديدة على خطوط السير ببيروت، حتى تحطمت للتكسير بمنطقة الدورة والكارنتينا من قبل مين؟ مجموعات النقل الخاص. هلأ مفتوح تحقيق بهالإطار، بدنا نشوف التحقيق لوين وصل اليوم. وطبعا هالأمر استفز كتار، مين ما بده النقل العام؟ مين ما بده هالقطاع يشتغل؟ صرنا سنوات ناطرين تطبيق الخطط الموجودة بالجوارير، صرنا سنوات بدنا نقل عام. يعني المواطن اللبناني مكوي، وخصوصا بهالأيام بنار البنزين والمحروقات. مين ما بده نقل عام؟ وين هيبة الدولة يعني اليوم؟ هل عن جد تسمح الدولة انه يعتدى على ممتلكاتها هيك وبسرعة؟ وين صارت التحقيقات؟ وكل هالعناوين رح نطرحها مع ضيوفنا اليوم، رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس. أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. كمان بدي رحب بضيفي رئيس جمعية ترنتنا كارلوس نفاع، رح ينضم لنا بسياق الحلقة اليوم رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه سجي عطية، والمدير العام ورئيس مجلس إدارة مصلحة سكك الحديد والنقل زياد نصر. أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك زياد، صباحك حاج بسام طليس. نعم. يعني مين ما بده الدولة؟ ليش نعم ما مدام نوال عبود، مين عبود؟ ما بده الدولة؟ مين بيتجرأ يعتدي اليوم على الدولة؟ فيه كتير عم بيعتدوا، بس على بسيط نقل عام تجرأوا واعتدوا. عندك يعني مستجدات بموضوع التحقيق؟ خليني جاوبك. مين ما بده الدولة؟ بعض المسؤولين بالدولة. بعض المسؤولين بالدولة. مش السائقين يعني الغير قانونيين. أنا مجاي انتبه، مجاي أنا عم بحكي الحقيقة، بنعرفك تقول الحقيقة. أنا مجاي دافع عن حدا. هلا طبعا شكرا على مقدمتك، كان لابد منها ولازم تعمل صدى. لا لا انه تشويق وكذا، وانه في شيء فس في شيء. لا لا شو خليني اقول لك شيء. اللي حصل على الدورة، لا اتحادات نقل ولا نقابات نقل ولا أي حدا له علاقة بقطاع النقل بيقبل أنه يصير تعدي أو اعتداء مش على أوتوبيسات الدولة نقل مشترك، من سائق على سائق تاني زميل له. فإذا بالمبدأ هذا موضوع مرفوض عنا جملة وتفصيلا. تكون على الكل. نايم خليني كف. طيب تفضل. وقت اللي بلشت حديثك. لا بس بتمون على الكل. نحن وزلنا. بس وضعت نقطة على السطر، بتمون على الكل؟ بمون على الكل. أولا أنا مش قائد لواء وعندي عسكر. لا بس أنت عندك سائقين عم تدافع عنهم كلهم. خليني لك. أنا واجبي إنه دافع عن كل السائقين الشرعيين القانونيين. واجب الدولة اللبنانية تحمي هود السائقين من المعتدين والمخالفين واللي كذا واللي كذا كلهم سوا. ما بدي أربط هاي بهاي. يمكن بذكري حضرتك وبذكر كل اللبنانيين، ولعله الوزير حامية بيعرف أنه لما أطلقت وزارة الأشغال العامة ونقل ومصلحة النقل المشترك وسكك الحديد سنة الماضية مجموعة من الباصات الفرنسية على طرقات بيروت، أنا أول واحد كنت موجود، أنا وزملائي كنا موجودين. هو خطب وأنا خطبت وطلعنا بالبوسطة سوا وعملنا جولة سوا. لكن أنا زيك للأسف لشتلك مين ما بدنا المشارك، قلتلك الدولتيني مين ما بدنا المشارك، قلتلك الدولة، قلتلك الدولة. أنا زيك ما كملوا شهر يا ويلة تبعنا المشترك. ليش يا عمي؟ قال ما في اعتمادات للصيانة، ما في اعتمادات للمزوق، ما في اعتمادات للموظفين والسائقين العموميين. مش أنا قلت لك صح الدولة من على منبر صوت لبنان ببرنامج نقطة نعم السطر. نعم وبرجع نعم. برجع بعيدة. اليوم أخذت قرار الدولة بتسيير الحافلات عبر مناقصة والتزمت الشركة من الشركات. بالنسبة إلي أنا ولكل النقابات، هودي أوتوبيسات الدولة اللبنانية، هودي السبات أوتوبيسات ملك الدولة اللبنانية، سواء هي مشتريتهم أو جايين هبة لهودي الأوتوبيسات. ثلاثة أربعة
سائقين ونعبدنا لا يتهموا بأنه وراء الموضوع اللي حصل. إذا بنرجع ل 2011 وإذا رئيس مياتي موجود وإذا الوزير العريضي موجود، قطاع النقل البري أعد مشروع خطة النقل الوطني اللي مقلبة من أكثر من 200 صفحة على ما أذكره. موجودة موجودة وين؟ أنا موجودة بالسرايا الحكومة كمان، ورئيس والوزير العريضي رفعها على رئاسة الحكومة أنا ذاك، وما إجا وزير أشغال وعامة ونقل إلا ما عم يتابع معه يا عم يشوف لنا الخطة وين صارت. مش هذا اللي بدي أقوله، إنه بهيدي الخطة في تلتها بالضبط كلام عن النقل المشترك والسكن الحديد. إذا القطاع الخاص والقطاع العمومي بشكل خاص هو بده النقل المشترك والسكن الحديد ليكون في تكامل فيما بينه. نعم. بدي أختم بهالموضوع. تفضل. أنا من اللحظة اللي صارت الحادثة أول ما صار في تكسير، يعني الصورة اللي طلعت بس طجت الدنيا إنه بس للتوضيح يا مدام نور، صحيح مش عم دافع. نعم. الصورة اللي طلعت وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، هيدي صورة لأوتوبيس من الأوتوبيسات الخضر، والأوتوبيسات اللي التزمتهم الشركة الجديدة هلا لونه موف وأزرق، يعني أنا زيتهم انه صار في تلاعب فلذلك حرام اللي حصل. لاجز تعرفوا كل عالم تعرفوا اللي حصل بيحصل مع السائقين. انا شخصيا وبعمل لك مش عم برر مش عم دافع، ادنت ببيان وادنت بالاجتماع وطلعت على الاعلام وادنت. ايه بس قالوا بتعشوا قالوا عنك انه خففت من الوطأة. ليش بسام طليس عم بخفف من وطأة الاعتداء؟ لا خليني لو شو حادث. أنا بالنسبة إلي وبالنسبة لكل النائبات أنا بتمنى يتم التعاطي معه على أساس فردي، فلتترك الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة تروح تعمل شغلها بالشكل المطلوب. ما خلت حدا، أخذت الناس أخذت السيارات عملت وتأخذني فيها تأخذني وتأخذ غيري، ما عندنا مشكلة أبدا فيها تأخذني. ولكن... اليوم بعد الحلقة لا لعب. ولكن أفهم، ولكن هل هذا التصوير والتشويه يخدم مسيرة النقل المشترك؟ أبدا. يخدم قطاع النقل في لبنان، يخدم نقل الركاب في لبنان. نعم. لأنه حرام ثم حرام. نقطة بس بدي أقولها، أنه أنا اسمي بسام طليس وكل الزملاء يوميا ست نوان في معالجات الأحداث ومشاكل على جميع الأراضي اللبنانية بين سائقي الأوتوبيسات أو سائقي السيارات، على الدوبلي، على راكب من هون، على كلمة من هون، على شيء من هون. حرام ثم حرام إنه نعطل هالمسيرة. وهون بتوجه بس لمين عم بتقول هلأ نعطل هالمسيرة؟ للي اتهمنا إنه الدولة ما بدها. لا عفوا، نعطل هالمسيرة اللي نحن رغبانين فيها وعم نشجعها. صحيح. ومن هون بطالب بتوجه لمعالي وزير الأشغال العامة والنقل، فلتكن خطة انتشار النقل المشترك على جميع الأراضي اللبنانية دون استثناء الطرقات العامة طبعاً. نعم. شعدوا يعني. بلشت الاتصالات، بس أنا قبل الاتصال وبدك تنطرنا شوي، بدي اليوم أقول إنه وزير الداخلية فتح تحقيق بهالموضوع، رح نشوف يعني نتائج لهالتحقيق اليوم. نحن بدنا نشوف مين اعتدى على النقل ومين اعتدى مين نزل الركاب يعني لازم يكون في تحقيق بس ترجع شوي هيبة الدولة. ايه مزبوط. في يسأل سؤال انا بس ما في ضيف تاني. بس سؤال ايه تفضل بعطيك كل الوقت. موضوع النقل المشترك ايه هلا هم مشترك. الاستاذ هو بده يعطينا خارطة الطريق او تساعده بخارطة. ايه خليني اسأل سؤال. نعم. ملكك الخاص مسؤولية الدولة ولا لا؟ نعم كله مسؤولية الدولة. هذا المبنى اللي قاعدين فيه هون مسؤولية الدولة وحمايتها ولا لا؟ صح. ما هيدا هون السؤال، تعدي على القانون. وين الأجهزة الأمنية المولجة بحماية حق المواطن بالتنقل؟ وين أنا؟ وعبر أي وسيلة بيختارها؟ 20 سنة و30 سنة يا عم المزور والخصوصي والتعدي والتكتك وكذا. طب وين أنا عم نترجع؟ هذا لا يبرر اللي حصل، مش لازم نكبره كتير.
بس الدولة ما قامت، كيف يسمح بترويع الناس وإجبارهم على النزول من الحافلة؟ كيف يسمح بسيارات خصوصية عم تاكل من لقمة اليوم يعني سائق التاكسي العمومي توك توك وغيره على الطرقات اللي عم بيسبب كمان حوادث؟ يعني السائق اليوم منه محمي، بس برأيك يعني كرس نفح رح توصل هالتحقيقات إلى خواتيمة؟ هيدا سؤال. مستقبل اتصال، مين معي؟ ألو، صباح الخير مدام. يا هلا، تفضل. ختموا للملف، ليش ما معك خبر انه بوظ شوار بعض وما ضد تعهد انه ما حيتعرض له؟ بس ولو نحن بدنا نستبق وزير الداخلية اللي فتح تحقيق بالملف، معلش يعمل تشكيلات جديدة وزير الداخلية، يشيل المسؤولين عن إدارة السير بهذا الموضوع ويعمل تشكيلات جديدة يجددهم وشوف إذا في حدا بيقدر يتعرض لباص. هو لوحده بيقدر يعمل هالشيء ولا في مجلس وزراء؟ نص الباصات اللي على الطريق مغطيين من من من, من الأمنيين مدام، وممنوع باص. وأنا عبرك كنت قبل لما كان معك الوزير حمية عم يبشر بالباصات، قلت له أنت ابن حمية ما فيك تنزل على الهيدا على الطرقات على الخطوط لأنه بده يتكسروا، ما بيقدر ينزل على خط رقم 4 باص تابع للدولة. ليه ما بيقدر ينزل؟ كلهم كلهم مدام، شي بيقول لك عشير، شي بيقول لك هيدا مغطى من جهاز أمني، وشي بيقول لك أنا لي هيدا الموقف، وشي بيقول لك مدام بده يتكسر والباص بده يتكسر. قبل مرة صايرين مع الزنتوت على أيام رفيق الحريري وأيام القوى السورية كانت موجودة، كانوا يتكسروا الباصات. هيدا شي طبيعي بلبنان صار، وشي صار يعني عادي، يعني شيء طبيعي. بيتوقف هذا الباص بيطلع من تاني ميله، بياخذوه للباص المش شرعي ومدري شو مثل عم بيحكي الاستاذ، بيوقفوا بيرجع بيطلع من تاني ميله بقالوا واحد، يعني عادي. ما هذا الشيء معروف صار بلبنان. ايه بس احنا ما بدنا يكون معروف، بدنا نتكل على شو بيقولوا لنا. يعمل تشكيلات جديده. هلا شو ليش اخذتني على التشكيلات؟ يغير العمدة مدام، ما بدك تصلحي، بدك تصلحي بتصلحي من فوق، بتبلش تصلحي من فوق بالنظام. يعني مين بده يقول علامة مثلا هيدا؟ اذا انا مواطن، اذا انا مدامتي كانت مثلا نقول بالباص وتعرضت لهيدا، ما في نرفع دعوه شخصيه يعني كيف يعني مثلا. شكرا لك، اهلا وسهلا. كمان كارلوس، اتصال ثاني، مين معي؟ الو على ما يبدو. الو، تفضل. بس معلش يعني اول شيء طفي لنا الراديو لنسمعك، تفضل. مش عارف مين. الو، مين معي؟ صبحي صالح، ابو خليل. شو حضرتك؟ أبو خليل. شو سائق ابو خليل؟ شوفير تاكسي. هذا من نار السوائل. نحن بقول للحاج بسام، نحن شوفير التاكسي ما خلو خصوصي ولا خلو مزور ولا خلو شيء ابدا بتاتا. السوري كل شيء، البسطات، البنات، الخصوصي، كل شيء خصوصي. أيه؟ الضمان الاجتماعي كمان، الضمان الاجتماعي. رح نحكي فيهم بسياق الحلقة. هلكنا يا حاج، هلكنا. نعم، شكرا. وقولوا بالمية تسعين كنا بدفع، هلا ما في حتى بالمية. شكرا لك والله العظيم. شكرا لك. نحن رح نحكي عن جد في وجع عند السائق اللبناني، ياما نزلوا على الطرقات وطالبوا بحقوقهم، وصرنا نتهمهم بوقتها انه عم بيعجقوا السير وعم بي يعني عم بينفذوا اجندات سياسيه، عم بينفذوا اجندات سياسيه. السائق اليوم ما حلوا له مشكلته. ليش اليوم حضره كارلوس نفع رئيس جمعيه ترن ترن، ليش اول شيء السائق مش عم بيحلوا له مشكلته؟ بعرف الجواب عند بسام طليس، بتقول لي وليش نحن ممنوع يكون عندنا خطه نقل بوقت نحن اخر بلد بالعالم ما بيعمل خطه نقل؟ اول شيء صباح الخير ويعطيكم العافية كل سائق وسائقة، لأنه صار فيه نساء كمان سائقات، يعطيكم العافية أنتوا القاعدين هلأ وراء هالمقود وعم تنقلوا الناس على أشغالها بهالشوب بعجقة السير وبغلى البنزين وغلى الصيانة. سلم دياتكم على الخدمة اللي عم تعملوها، سلم دياتكم عم تخلوا البلد ماشي بوقت يلي هني مفروض يكونوا مسؤولين غير مسؤولين. فيهم يكونوا بسوق عقاز يقولوا شعر، فيهم يبيعونا حكي على المنابر، بيلبق لهم المنبر، بس ولكن ما بتلبق لهم للأسف إدارة البلد. منكون صرفين نحن بعشرين سنة ما يقارب 20 مليار دولار سيارات قروض من المصارف. مين بيكون ما بده النقل المشترك؟ خلينا نبلش من هونيك. لمنكون نحن دفتر شروط بال 96 لما جابوا باصات الكاروسة على مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، الباصات لا تناسب لبنان، يعني جايبين باص ما فيه مكيف بده يمشي بعز الصيف، كيف العالم بتطلع فيه؟ جايبين باص ما له قطع غيار. بس تيقولوا عملنا اللي علينا؟ لا،
للأسف نحن عم بيجينا حكومات ووزراء وزراء صفقات وشوفيني يا كاميرا وقص شريط. للأسف اليوم هلا بنهل الآن خليني بس كمل عليه. خليني كمل هذا رأيك عمو معروف. خليني كمل رأيي حتى حتى علي حمية دكتور علي حمية من هول الوزراء كملوا نفس النهج. نحن كجمعيات طلعنا لعنده أول ما تعين وتوجسنا خير أنه أستاذ جامعي وشاب ومن خلينا نشوف. للأسف سمعنا باجتماع يتيم ما في غيره وما حكي ولا كلمة والله معكم. هلأ ما بيقدر يعمل كمل. أكتر من خلينا هيك كمل. الموضوع منه موضوع تقني موضوع سياسي عامي غير موجودة. نحن كل المصاري اللي أنفقت على الأوتوسترادات أنفقت لتنقل سيارات مش لتنقل ناس. ما حدا فكر ينقل الناس، ما حدا فكر يساعد السائقي العمومي، ما حدا فكر إلا يخدع أصحاب الفانات ومعنا النقيب لما سمحوا لهم يستوردوا فانات الهيونداي على المازوت ودفعوا المعترين جمركة ودفعوا حق شرعي. ما حدا سرق الفان، كله جايبه من الوكالة من الشركة وعطوهم قروض وأخدوا. لما صار لهم كان سنتين في جايبين الفانات طلعوا لهم ببدعة لأنه وهلا حقلك ليش طلعوا لهم ببدعة أنه المازوت بلوث وهذا مخالف للعلم. المازوت ما بلوث بس المازوت اللي بيستوردوه مخالف للمواصفات مثل ما بيستوردوا فيول للكهرباء. وشفنا فضيحة الكهرباء أحي بعدها بالنيابة عملية والتحقيقات ماشي في ناس توقفت. هو البلوث لما أنت تخدع الشوفيرية حطوا دم قلبهم. أهلنا بودي خالد وبالهرمي وبطرابلس وبجنوب بكل لبنان اشتروا وكصرح في عنا أسطول من الفانات اللي لهم فكوا الموتورات وحطوا موتورات بنزيني اللي صارت تلوث لأنه الموتورات المحطوطة غير مطابقة للآليات. فبالتالي كان السبب لأنه انخفضت السبب لأنه كان في ضريبة على البنزين وانخفضت ضريبة البنزين الإيرادات تبعها لأنه صارت العالم تطلع بهالفانات الجيدة والكويسة. آخر شيء حطمنا القطاع يلي هو قطاع خاص يعني ممنوع النقل المشترك إن كان بالقطاع الخاص عند النقابة وعند الحاج بسام أو إن كان بالقطاع العام. هذا النقل يلي مسكين وقابضين على مفاصل اقتصاد هذا البلد ما بالدنيا. هاي أول شغلة. تاني شغلة بموضوع الضمان حكي السائق وعم بيطلع صرخته مطلوب يأفلس الضمان وأفلسوه مطلوب يروحوا كلهم على قطاع الأسيرانس الخاص مين؟ لمصلح يعني الشركات الأسيرانس الخاص. أنا بنفسي كنت موجود باجتماع بقول له أنه بيعمل جروث بيعمل نمو قطاع التأمين الخاص إذا سكرنا الضمان وإنهيناها. فبالتالي للأسف هناك سياسة عامة مسؤولة عن النتائج اللي عم نشوفها مسؤولة عن التوترات اللي عم نشوفها. بوقت الدولة بتطلع عن الخطوط ببطل عندك ولا باص ماشي ولا قطار ماشي ولا شيء ماشي. إذا إجوا هالناس عملوا خدمة نقل مشترك وأمنوا ينقلوا بعضهم البعض نجي نتهمهم أنه المافيات نجي نتهمهم أنه خارجين عن القانون. مش صحيح. لمن أنتوا بتسكروا النافعة لمن أنتوا بتسكروا المعاينة الميكانيكية لمن أنتوا بتشلوا كل مفاصل الدولة ما فيكم تلوم الناس كيف تنقلت. الناس تنقلت لأنه بدها تضل عايشة وتضل الاقتصاد ماشي. وين التوك اليوم كارلس نفع؟ التوك غياب. ما في رؤية وطنية لنقل الناس. ما في رؤية أو ما بدهم ينقلوا. ما في رؤية لأنه الأشخاص ما بيعرفوا القطاع الخاص. يا عم الأشخاص الموجودين من التسعين لليوم ما بيعرفوا إلا ينقلوا السيارات وما بيعرفوا إلا يقصوا شريط ويفتتحوا. ما حدا حاطط خطة مفكرين إنه إذا جبنا بعدين عم بيسوقوا بالإعلام إنه باصات جديدة. الباصات الفرنسية مستعملة وإجت للتعمية بالإعلام عن اتفاق سرقة مرفأ بيروت لليوم. والترانسبارنسي انترناشنال منظمة الشفافية الدولية قدمت طلب خطي ضمن القانون حق الوصول إلى المعلومات إلى وزارة النقل والأشغال العامة عند الدكتور علي حمية طلبت نسخة عن العقد بالتراضي اللي هو أصلا ما كان لازم يكون بالتراضي. طلبت نسخة لليوم ما حصلوا عن نسخة لأجل الشفافية. فمع وزارة لا تعتمد الشفافية كيف بدك تحطي رؤية لنقل الناس؟ نعم استاذ بسام طويز. نعم اليوم يعني صحيح يعني الاعتداء على باصات النقل المشترك يدل على الاستهتار بالدولة. وشو المشكلة اليوم مع اللي اعتدى برأيك؟ شو المشكلة؟ ما بدهم هن يكون في باصات تابعة على الدولة تشتغل أم في من سلطة سياسية كأن أنا عملت اللي علي وليكو شو عم بيصير نحن مش قادرين نعمل ما خلونا نحن بدنا وما خلونا. وضع لي نقطة على السطر بهالإطار. أظن لا هاي ولا هاي ولا شو هاي شو القصة؟ برجع بأكد وبقول إنه هذا أنا شفته حادث فرتي. نعم
هلا بدنا نكبره، بدنا نكبره من احنا ما بدنا نكبره، بدنا نشوف. مش عم بحكي عنك، ايه؟ مش عم بحكي عنك. بنضل نكبره من هلا ل قوم نائب صالح هلا بالضيعة بيقولوا هيك. فانه ما بعرف ليش عم ينقطع وعم نرجع، يعني صرنا ربع ساعة بنحكي. ما كنا عم نحلم نحن يكون عندنا نقل عام، نحن خايفين ونحن رح تكمل هالبساط تشتغل. هذا حلمنا من زمان، ايه بس رح تكمل البساط تشتغل. وهذا حلمنا من 2011، ايه؟ روح ينبذوا الخطة الوطنية للنقل اللي موجودة بجوارير رئاسة الحكومة من 2011. ايه مش عم يضغط الوزير ولا مش طالع من 2011 شيء. شوف بالاخر جدول اعمال بس وزراء بحطوه اثنين، يا رئيس حكومة يا رئيس جمهورية. ايه هلا رئيس الحكومة، هلا رئيس الحكومة قادر بحكومة تصريف الأعمال يوم ينفذ هيك خطط. من 2011 عملوا خطة لبيروت، عملوا خطة لبيروت، معقول عم يعملوا؟ يعني انه ما انا بدي ارجع اكد انه وتقول حرام، ثم حرام انه مسيرة هالمشروع نحن نجي نعطلها ونرجع ونركز انه صار على الدورة وصار مدري وين. ما بدنا نعطلها، هي رح ترجع. هلا انا عفوا، هلا انا بنزل انا والاستاذ كارلوس على الطريق لتحت بتشارع عنية، يا بيركشني يا بيركشو، هم بيطلع بيان وبيطلع كلام انه كارلوس مدري من دافشو وبسام مدري من دافشو. صحيح يا اخي يا اختي، اللي عملوا هالحادث يتحاسب، اتحاسبوا وحنا موقفين. وبعدها طلع منهم سوريين على ما اعتقد، ايه واذا كانوا سوريين، لا لا يعني انه لا واذا كانوا سوريين وصينيين وايرانيين وامريكان وشو بدك بعد جنسيات، بس شو مصلحتهم؟ ما جاوبتنا انه يعملوا هيك حادث. ما بعرف ما بعرف، ما هلا بالتحقيق لازم يطلع. انا وياك بدنا نعرف. لا التحقيق بده، احنا ناطرين التحقيق. التحقيق يشتغل شغله. بس برايك انت عندك معلومات وبنعرف وما رح تبخل علينا، رح ترجع هالبسيط تشتغل ايه ولا لا؟ بدها تشتغل. اسمع عن هل مولج اليوم القوى الامنيه بحمايتها ايه ولا لا؟ ليه ما بتحميها؟ ليه ما بيكون في عناصر امنيه تحميها؟ انا عم بتوجه من خلالك لوزير الداخليه. صديق واخ وعزيز، يعني هذا الرئيس مولوي، ولكن لكن هلا هي قاعده قلنا اياها، اذا بده يصير موضوع النقل القاعده تبعه انه القوى الامنيه والعسكريه والمعرف شو كل الاجهزه تشتغل لتنحي الاوتوبيسات، تحمل الاوتوبيسات، عندنا 52 الف اليه بتنقل الركاب او اقل شوي، تفضل لك انا احط درك فيهم. لا يعني في منهم تابعين الحل مش امني، في لا هو في منهم تابعين مش امني. عم نحكي لا عن البساط الجديده اللي هي الشراكه بين القطاع العام والخاص. يا سيدك الحل مش امني، انا مره اقول عندي انا بعت وراهم هذيك اليوم بعد كلام نحكينا بالاجتماع، مره اقول عندي اغربهم هودي اصحاب الاوتوبيسات والباصات وكذا بما فيه اللي تبع الدوره، وحكيت عن اياه قلت لهم ما الكلام اللي حكيته انا مسؤول عنه، البيان طلعت فيه أنا مسؤول عنه. أولا خليني أوضح شيء، إنه ما في شيء اسمه هذا موقف إلي أو خط إلي، هيدي طرقات عامة لكل الناس وطرقات عامة للدولة اللبنانية، والأولوية إنه الدولة اللبنانية تحط سيارات تبعها وتشتغل وتروح الناس تختار ما بين النقل الخاص والنقل العام. ستنا بدول العالم كله، وأنا عيلها عندك هون محل الأستاذ كارلوس، بدول العالم كله قطاع النقل، قطاع النقل شقفتين، نقل عام ونقل خاص. صح بكل العالم النقل العام 85% والنقل الخاص بالكاد يوصل 15%، إلا عنا بلبنان. نحن عم ننادي من النقل العام والنقل المشترك، نحن بدنا إياه ونحن مصريين لليوم، اليوم قبل بكرة لك إنه كنت عامل لك أنا بعد طورة لكل هون 95 أوتوبوسطة ما بين أوتوبوس كبير هاو الفرنسيين وهالبواسط صغار، 95 أوتوبيس شو لح ياخدوا من طرب؟ عم بحكي عال، عم بحكي حكي ضيعة، ما بيشغلوا يعني خط. أنا حكي ضيعة رح يحكي ما بيشغلوا خط 95. يعني حضرتك عم تحكي عن السائقين المنضويين تحت الاتحادات والنقابات، بس في منكم شاردين عن القانون، في منهم شاردين عن القانون لا منضوين ومخلفين وبيشتغلوا بسيارات خصوصيه ولوحات مدوره، ما هودي انت كيف بتكون عليهم؟ لا لا بلكي هن متضررين، لا لا بدنا ابن ربك محلك. فاذا هاي مسؤوليه الدوله، انا الغير شرعي الغير قانوني الغير لبناني مخالف للقانون، هاي مش مسؤوليتي. ايه
هاي هاي انا اللي عم طالب فيه. نعم انا اللي عم طالب فيه من سنه ما يحملوا السائقين الشرعيين لا هن القانونيين مسؤوليه. ليش البعض معلش ما يستفزك هيدا السؤال حبما للاحزاب؟ شو علاقه الاحزاب اليوم باللي عم بيصير؟ هيدا حكي طيب. لا لا حرام عفوا. وهلا سمعت الاخ العزيز وهيدي كلام حدا تلفني من بعض وسائل الاعلام انه العائلات والعشائر ولك عيب. مين مسيطر على قطاع لك عيب؟ مين مسيطر على بيطاء؟ بيطاء مثلا البشري؟ لا لا اعمل لك بيطاء. لا لا انا بدي اسمي لك. وفي حدا من بيت جعفر، في حدا من بطلس، في حدا من بتنفع، في حدا من بيت عبود. انه شو لك يعني؟ انا بدي اسالك سؤال لك عيب. هذا مش العلي يسيطروا، علي الدوله اللي خلت يا سيدتي. نعم حرام ثم حرام. حضرتك معك سياره؟ باسم من سيارتك؟ اسمي انا. لا لا باسمك ولا لا؟ بلا. يعني في يقول انا انه بيت عبود بس انا ما عندي اسطول. يا سيدتي من نمره العموميه. من نمره العموميه باسماء اشخاص صح. ولما القانون اجاز لكارلوس نفاع انه يشتري 10 لوحات باسمه ويسجلهم، مش معناتها صار انه هو يعني ما بقى او انا او غيره. بس في واقع على الطرقات عم ينحكى، خلينا نحكي فيهم يا حاج. يا مدام يا روح. نعم. والله والله ما عم دافع. ايه يا عمي عم تخليني روح مطرح وكأنه بين عم دافع عن غلط. نعم. ابدا الغلط نحن ضده. المرتكب ينحبس، المرتكب يتحاسب بس ما في مين ما كان يكون. عفوا بس حرام نحمل هالموضوع اكثر ما انه بيحمل. نحن عم نحمله حادث فردي. نعم حادث فردي فينا نقول. لا لك ليش انا مسرع كلمه حادث فردي. لو كان في توجه او قرار عند النقابات والاتحادات بهالموضوع اول واحد وعم بيحكي على هو بس صار مطلع بيطلع بيعمل مؤتمر صحفي وبيقول لوزير الاشغال نحن مش مع هالموضوع. نعم تفضل. مش بيكون حد منه على الدرفسيون. نعم اليوم في 4250 باص قانوني من اصل 16000 باص عم يشتغلوا على الطرقات غير قانونيين. يعني كيف بدها تطبق الدوله القانون؟ يعني كيف عند حضرتك بالاستوديو من سنه وعدنا رئيس لجنة الأشغال الأستاذ سجيع عطية رح يطلع معنا بعد شوي وخلي يسمعنا هلأ. وعدنا أنه نكون نجي نحضر عندهم بلجنة النقل النيابية تا نعطي المقترح تبعنا. وقتها اقترحنا عليه موضوع دمج الباصات والنقل المشترك الشعبي، دمجه وتنظيمه وخلق الهوية الإلكترونية للآليات تنخلص من الشرعي وغير الشرعي. أوكي من سنة لليوم ما سمعنا شيء للأسف، لن دعينا ولا حدا بده يحكي بخطة لتنظيم هالقطاع. هيدا قدامنا نقيب بيمثل القطاعات، بيمثل مالكية آليات شرعية، عم بيقلك القانوني نحن بدنا نوقف حده والمش قانوني تفضلوا أو إنه تفضلوا نظموا هالقطاع ما بدهم. فلما من سنة عندك باستديو من سنة قبل وبالتالي غياب اتحادات البلديات، غياب وزارة النقل، غياب السلطة الناظمة لتأمين حقوق الناس بالتنقل العادل والنقل الأخضر البيئي الغير ملوث والنقل الآمن. هذا الغياب وصلنا لهون. بعطيك مثلا تشوفي قديش غير كفؤين اللي دهن هلا الباصات وعتم له شبابيكه. يا عمي مش صدفه بس يعملوا الباص بالدول اللي فيها نقل مشترك، بيعملوا له واجهات ازاز كبيره، بيعملوها حمايه للركاب، يعني للراكب تما يتعرض لاي شيء من راكب اخر. بتكون الواجهات الازاز كبيره وشفافه للي قاطع على الطريق او القوى المولجه بحمايه النقل الناس تيقشع، وبالتالي يلي في بباله إمكانية تحرش أو اعتداء أو سرقة بيكون حاسس أنه هالباص مكشوف. تتشوفي عدم الكفاءة، إجوا غيروا لون الباصات وعتموا له إزازة، يعني بطل في اللي على الطريق برا يعرف شو في جوات الباص، إذا في ركاب أو ما في ركاب، إذا الركاب آمنين أو غير آمنين. يعني شو يعني حتى ما بيفكروا، حتى ماش يعني ما عندهم لا يفقهون، غير مش قادرين يديروا هالقطاع. ما بيعرفوا انه هذا القطاع اليوم بعدين يودوا وراكم على اللجان. يا عمي ما ودوا ورانا لا ما ودوا ورانا. عندي اجتمعت مع سجيع عندك هون على الهواء قال صار له سنه قال حيبعتوا ورانا، وصار له سنه ما بعتوا ورانا. ما بدهم يسمعوا لانه ما بدهم يحلوا شيء وما عندهم القدره. ليش ما بدهم يحلوا؟ ما عندهم القدره او ما في قدره. الكل ناطر مساعدات. بعطيك مثل ثاني. انت عارفه الباصات ال95 كلها هبات
باصات الصغيره الروزا اجوا هبه للقص الجمهوري بال2000 حولوا الرئيس لحود للنقل المشترك اعطاهم اجوا للقصر اعطاهم للنقل المشترك انتهوا بالنقل المشترك اخر مره الدوله شاريه باص من ضرائب الناس انت 96 وحكينا عنها بكونوا ما عجبوا وحكينا عنها لا يومتها اعطوهم الجيش اللبناني الجيش اللبناني عمل نقل مشترك خاص فيه تينقل العسكر يعني تبعه بخفف يعني السلطه السياسيه ما بدها نقل مشترك السلطه السياسيه بدها زفت اوتوسترادات راحوا عملوا مشروع بباريس بباريس 4 بباريس 4 سموه سادر لانه متعهدين البطون روح اسالي عنهم راحوا عملوا مشروع الادوب يدون يعملوا اوتوستراد الانفاق من خلدي للعقيبه بعد ناقصنا تخريب بالبيئه ارقام تليفونات صوت لبنان بتصرفكم 01325555 الخلوي 76611003005 الواتساب كول 76611001 مين معي يعطيك العافيه يا هلا معك عباس حسن انا شوفير تاكسي نعم يعني عمري 14 سنة وعمري 52 سنة ما عندي مصلحة إلا هالتاكسي نعم شو المطلوب؟ ما بدنا شيء نحن ضد التخريب والضرب والتاكسي يا حج بسام احتراماتي أنا بحبك قد الدنيا بدنا هالخصوصي يا خي الخصوصي اللي مضوي إشارة تاكسي ونمرته بيضة بس قوة الأمنية لما قال له هيدا خصوصي يلي روح ما خصك روح نعم هالقد نعم شكرا لك اهلا وسهلا في بيان كمان على الاتحاد العام لنقابه السائقين عم بيطالبك حاج بسام طليس تشدد بمنع السيارات الخاصه والسيارات عم بيطالب الدوله يعني انتم بدكم ترفعوا صوت تشدد بملاحقه النمر المزوره وقف ظاهره التيك توك تشدد بمنع من العمل اعفاء السيارات العموميه من رسوم الميكانيك يعني دعم قطاع النقل باعفاء كل من يستبدل سيارته القديمه يعني اليوم في مطالبات كتيرة عم نرجع نكررها بكل حلقة من برنامج نقطة على السطر ومنرفع الصوت وكأن لا تندهي ما في حدا ما نحن مشهود ما قطاع النقل والنقابات مشهود زهران مش ولاد البلد بيوت. مش ولاد البلد مش ولاد البلد كأنه مش أهل هالبلد يعني شي مؤلم عنا قطاع يجب دعمه تنظيمه أعطاءه حقه لك يا عمي أنت عم تقولي 14,000 فان كم عائلة أنت بتعرفي أنا اشتغلنا على الموضوع بوادي خالد الفان بيشتغل 24 ساعة في خمس شوفيرية بيسوقوا خمس عيال على الفان الواحد إذا 14,000 ضربية بخمسة ألاف العيال عم تعتاش هيك منجي من إحنا بنرمي جزافا هولي خارجين عن القانون يا عمي هات كل لبنان خارج عن القانون هات تنشوف كيف بنحل لما بيسكر المالية مين بيكون عم بيخلي الناس تخرج عن القانون عند عدد دفع الضرائب لما نسكر المعاينة الميكانيكية لليوم 13 قتيل حج جمعة الماضي بنهار واحد 13 قتيل ما بيحرز اجتماع مجلس الوزراء عم نحكي شيء تاني 13 قتيل حادث سير ايه بس سؤالي انا اليوم بس بدي اقول التعاون مع القطاع الخاص بس بدي اسالك على الهامش حاج بسام يعني هو اول نموذج واقعي بين القطاعين والعام والخاص اللي عم بيصير بلبنان هلا بقصه الحافلات بموضوع النقل نعم بموضوع النقل اعتقد ايه يعني الدوله هي المراقب والمنظم والقطاع الخاص هو المشغل كيف بتشوف هالنموذج تحديدا هلا انا شغل الدوله والحكومه انت كيف بتشوفه وهي المناقصات ما بيعطيني ولا شغلتي ولا دخلني ما بتقول رأيك فيه لا ما بدك ما حدا سألني أساسا ما حدا سألني أنا بشوف أن الدولة تكون مسؤولة عن كل قطاع النقل البري نعم النقل المشترك جزء من النقل البري ومكمل أو متمم من النقل البري واثنين بتمموا بعضه المسؤول عن اثنين نعم بالنسبة لنا وزارة الأشغال العامة والنقل المرجعية الإدارية إلنا بدليل أنه سائقي العمومي بكل فئاتهم بياخدوا ترخيص المزاولة من وزارة الأشغال العامة والنقل المديرية العامة للنقل البري والبحري وبياخدوا كمان ترخيص المركبة من عندهم من هونك وبالتالي مثل ما هالوزارة مسؤولة عن مركبات النقل المشترك وبدنا إياها مسؤولة نحن بدنا إياها مسؤولة كمان عن النقل العام العمومي لانه هذا قانوني وهذا قانوني صح هذا اولويه وهذا اولويه فالاولويه تكون على اثنين والحمايه تكون لاثنين وهون انا بتوجه مش لوزير الاشغال بس للقوى الامنيه لمعالي وزير الداخليه للواء عثمان لكل المعنيين
يا عمي إذا مشان لقمة عيش السائقين، مشان الاستقرار الأمني والأمن الاجتماعي. سيارة مزورة، سيارة مش معروف عم بيسوقها، سيارة مش معروف عم يطلع فيها، سيارة ما إلها داتا، سيارة خصوصية، نمر مزورة، نمر مكررة. ولك يا عمي إذا مش مشان الشوفارية ولقمة عيشهم، مشان الأمن الاجتماعي. يا ست نوال قلت لك مرة الماضية، انت حضرتك ساكنة ببيروت، شكل رماش ما بتعرفيه ولا طريق رماش، بيجيك الضابط على سيارتك من على طريق رماش، لانه في حدا حاطط يعني نمرة سيارتك وعم يشتغل عليها، او بعكار او بعلبك او بالجبل. نعم طبعا مسؤوليتنا. طيب كنابات في اتصال بناخده سوا، مين معي؟ الو، اهلا وسهلا، تفضل. صباح الخير مدام نوال، لك ولا ضيوفك؟ يا هلا فيك، الله يخليك. هلا ربع حال مش حال، ما بيمشي الحال انه هول الباصات تبول الدوله اللي بده يشغلون ياخذوا موصين الدوله المدنيه من صور مثلا على بيروت، من صيدا على بيروت، من شحيم على بيروت، والفانات الصغيره هول يوحدوا له لون معين اللي هن خصوصي ويوصلون على اداراتهم. مش حال ما بيمشي الحال يرجعون محل ما قدمون الدول للبنان اذا ما قادرين. هاي ميلي. الميلي الثانيه 85 باص، حضرة الحج عمول فيه 1600 باص، يعني 85 باص الدولة ما بتقدر تشغلهم. لا أنا حاج، أنا عم بحكي مش الحاج، حكي عندي معلومات، عندي دراسات بين الجهات، 6500 عندي إحصاءات. نعم 6500 من طرابلس على بيروت يمشوا باصات لموظفين الدولة المدنية. يعني أنا وقفت لاثنين عسكريين من جمعة، قلت لهم عمو أنا نازل على بيروت بوصلكم على السفارة الطريقي. شكرا عمو، هلا بيجي الباص بوصلنا على اليرزي. طلعت من المراية ما في دقيقة بعدني قلعت، لقيت باص كوستر مدني عليه نمر الجيش، طلعهم للعسكريين. أو إذا بدهم الباصات الصغيرة هول يطلعوا ببلاش موظفين الدولة. نعم تقدم لوجه الله ويسلموا الإيدين. شكرا لك اليوم كارلوس. أنت كيف بتشوف يعني حضرتك التعاون مع القطاع الخاص، هالنموذج بتكون الدولة هي المراقب والمنظم والقطاع الخاص هو المشغل، يعني تجربة كيف بتشوف هالنموذج؟ وهل اليوم يعني اللي صار هو اعتداء على الدولة؟ النموذج غير ناجح، لأنه تخلي كامل عن واجبات وزارة النقل يلي هي سلطة وصية على مصلحة نقل المشترك وسكك الحديد. من سنة 2000 بالضبط لما تم اتخاذ قرار ما بقى يسمحوا بتوظيف حدا بمصلحة نقل المشترك وسكك الحديد، وبالتالي صارت هالمصلحة تفرغ. اليوم بعد في مدير عام و20-30 موظف بالكتيرة، منهم بوابين منهم سائقين قاعدينهم بالبيت هلا لأنه عطوا خدمة السواقة لشركات خاصة. غير ناجح لأنه لما بتقولي المطلوب من الوزارة تكون هي هيئة ناظمة لهالقطاع النقل المشترك، ما بتجيبي باصات ملكك أنت وبتخليها تنافس وبتعطيها لشركة خاصة تتنافس شركات خاصة تانية. نعم. إذا بدهم لأنه ما معهم مصاري وما قادرين هن يجيبوا باصات وما قادرين هن ينفذوا الخطة الوطنية لا بيروت الكبرى للنقل المشترك يلي حطتها المديرية العامة وأيام الأستاذ عبد الحفيظ القيسي وضلعت الخطة ومقعدة بالجوارير، إذا هني ما بدهم وفي تعطيل وقرار سياسي، تفضلوا نظموا القطاع الخاص وعطوا الخطوط. يعني من لجي منقول نحن بدنا ننظم القطاع الخاص، بدنا نحطه كله بقلب أبليكيشن وحدة، أبليكيشن إلكترونية تتتبع حركة الباصات وتنظم لها حركتها ومواقيتها، تصير المواطن عارف أي ساعة بيطلع بالباص. اللي تفضلوا يحطوا المحطات انتظار. اليوم يعني أطلقوا هالباصات سنة الماضية جمعة زمان ووقفوها وما كانوا عاملين محطات انتظار، واليوم أطلقوها وما في محطات انتظار، أنت ما بدك تاخذي هذا الباص. يعني هاي المسرحيات تبعول جبنا لكم الكهرباء وما خلونا نمشي الكهرباء، جبنا لكم باص ما خلونا نمشي الباص، هيدي كسب وقت ومسرحيات عجز. بدك تمشي باص قبل آخر شيء بيمشي الباص، قبل بدك تعملي تشاركية مع السائقين الموجودين، بدك تشوفي شو حاجاتهم، شو مخاوفهم، تنظميهم، تشيلي مخاوفهم، تنظميهم بالقانون. ايه بس عفوا خليني بس كمل. مش بالاجتماع، في مشاريع قوانين، في قوانين بدها تتنفذ، وبالتالي بتدمجيهم لهالباصات الموجودة، بتنظميهم، بتحطيهم على خطوط واضحة، بقوموا بالخدمات بطريقة واضحة.
وبالتالي من بعدها بتقولي اذا في نقص بتفوتي باصات تاني. بعدين لسه تقولي بدك تعملي كي تفتح الشيء للقطاع الخاص، بدك تعملي مساواة بين القطاع الخاص، مش واحد بده هو يروح يشتري الباص او 10 باصات ويجي يقدم عندك طلب تاخده مع خط، وواحد تاني بتعطيه انت الباصات مجاني وتقولي له تاع ارباح. هذا شغل بالمفرة وشغل بدون رؤية. الأهم شيء بأي سياسة ستوضع للنقل يكون في عدالة بين القطاع الخاص، بين بعضهم البعض الناس، عدالة بإدارة القطاع، شفافية وأمان بإدارة القطاع، وحفاظ على لقمة عيش هالألاف من الناس اللي عم تشتغل وتخدم لمن غابت الدولة. نحن كلنا بدنا الدولة، بس ترجع الدولة مش كبسة زر وشعبوية، ترجع الدولة بطريقة دامجة، بطريقة حاضنة لكل الناس وتشاركية. نعم، وين الدولة لما بتكون النافعة عم تحرم الناس يعني من الاستحصال على رخص السوق، عم تعذب السائقين؟ اليوم يعني الفائدة والمصلحة الاقتصادية والتجارية قرارات متسرعة بدل مناقشة مواضيع مع أصحاب العلاقة من النقابات والجهات المعنية. امبارح انتو اجتمعتوا، يعني امبارح أو أول امبارح اجتمعتوا كقطاعات نقل، عندكم كتير ملف السهريش، ملف النافعة، ملفات يعني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وملف النقل المشترك، يعني عندكم عناوين كتيرة. بدنا نروح يعني نحل هالعناوين، ما الباص بيصير اخر شيء. صح حاج بسام طيب، ما تقل البيان قدامك واضح، وانت بتعرفي انه ما بنحكي كلام عاطفي، بنحكي كلام لانه بيبقى عندنا معطيات وعارفين شو بدنا وعارفين وجع السائقين، وبنفس الوقت تحت سقف القانون. يعني في قوانين نحن ما بدنا اكثر من القانون، بدنا نطبق القانون. يعني مثلا فتحت موضوع النفع، طيب هل يعقل انه ما يحصل اليوم بالنفع؟ لا يعقل. هو منطقي؟ مش طيب. منطقي. في هيئة إدارة سير وعلى رأسها اليوم إنسان محافظ، المكلف محافظ وعنده فريق عمل. طيب ولا مرة من المرات خبرنا وزير داخلية شو هي؟ لا طول بالك. في إدارات وفي وزير وصاي. نعم. انا ما بدي في عن حدا ولا بتهم بحدا. نعم. يعني اليوم ما في يقول انا انه والله الضمان الاجتماعي وزير العمل، لا وزير العمل وزير وصاي ابدا. ما في يقول انا وليد فياض والكهرباء، لا الكهرباء كمان حايك وفريق عمله. نعم. نحكي بس مين بالواجهة؟ لا طول بالك، انا كمان بدنا نكون شوي منطقيين. المنطق يا استاذ حاج بسام طليس، المنطق انه الفعل شيء والواقع شيء ثاني، المسؤوليات شيء والواقع شيء ثاني. يا ست نوال، نعم. فاذا بهالحاله انا وياك والاستاذ كارلوس بنقول مسؤول عما يحصل بالنافعه هو اللواعي مدى عثمان، لانه المسلمين نافعه اليوم بدك وين الدرك؟ هيك فينا نقول ولا بنحكي قانون؟ طيب ليش استلموا الدرك؟ ما هو ملف طويل عديد. هلا مش رح نحكي فيه كثير، بس بدي اقول، بس هلا نختصر، بس بدي اقول النايب تفضل انه في قانون، في هيئه اداره سير مسؤوله مش هيك؟ فمنها في وزير اسمه وزير الداخلي. طيب لطالما هالخلل موجود وحاصل، طيب من هي الجهه اللي بدها تقول انا عندي خلل هون وخلل هون وخلل هون؟ وهيدي حجه انه في ازمه، وهيدي حجه انه والله بعنوان الفساد بدنا ناخذ العالم. طيب خدنا العالم على الحبس، طيب وقفنا العالم، طلعت قرارات قضائيه وكل العالم برات الحبس. طيب هل يعقل انه 100 حدا موظف صاروا سنه ما بيقبضوا وقاعدين ببيوتهم وحارمينهم شغل؟ من هي الجهه اللي قررت تعملك بعد؟ هل البديل اللي امنتوه حل الازمه، خفف الضغط، خفف الفساد، خفف الدفع؟ كله هاو كله عم بحكيهم وانا مسؤول عن كلامي. طيب بيسمعك النائب سجي عطيه، ايه هل كله هاو دي حصلوا؟ طيب هيئه اداره السير شو عملت بالمقابل اليوم يا ست؟ وعم يسمعني استاذ نجد سجي، ايه بس شو تداعيات على السائق؟ لانه صرت اكثر السائق من مره عامله عن النافعه وخايفين عن النافعه. يا سيدي على السائق وعلى المواطن، السائق عم بيروح يجدد دفتر السواقه وعم ياخذوا منه رسم بدل الدفتر، عم يعطوه قصوصة وراء، عم بيروح المواطن والسائق عم بيسجل عم يدفع رسم الميكانيك
وبده يغير دفتر السيارة يعطوه ورقة. عم يدفع مليون ليرة حق اللاصق على الإزاز مش موجود. مش موجود. عم يعطوه لا ورقة ولا كرتونة. طيب هم يمسؤول عنا وزير الداخلية لحاله ولا هيئة إدارة السير بالأول؟ النائب نعم الشركة يعني احكي لنا الخط. الشركة بتتحكم برقب دولة برقب مواطنين؟ هيك مسموح حضرة النائب سجي عطيه. أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. الوجع عم نرجع نعيده ونكرره أكثر من مرة ومرة. يعني رح ننطلق معك من اللي حكي الأستاذ بسام طليس لنطلع بالاتصالات اللي صارت من بعد ما تعرضت الباصات اليوم للاعتداءات. تفضل شو ردك على هالكلام؟ يسعد صباحك انت والحاج والاستاذ اللي معك. عمليا كله عم نحكي كله بمحله كله صحيح. الحقيقه نتائج هي اللي بتاكد اذا كان السلوك جيد ام لا. لحد هلا نتائج او سلوك هيئه السير فاشله من المحافظ للوزير للهيئه كلهم سوا بحملهم مسؤوليه. انا ما حدا ما عنده جزء بالمسؤوليه. هلا بتقولي لي انه اليوم الوضع اسوأ من الاول، ونحن بصراحه يعني بصدد نقدم شكوى كلجنه نيابيه على كل هالهيئة وما فيها وما تحوي ومسؤوليها. ما في لجنة تقصي الحقائق شو عملت؟ يعني ما عم تعمل شيء. تقصي الحقائق نحن فتنا كان موضوعنا موضوع العقد المعمول بين شركة الانكريت اللي الشركة الوهمية لخطأ سياسي لمجموعة سياسيين مافيوز بقلبها وعمليا عم في القضاء مدعي وفي 100,000 قصة وفي مجلس وزراء ماضيلون. يعني الموضوع واضح قدامنا وبعتقد هذا الاسبوع الجاي حيطلع شو اسمه التقرير النهائي وحنوديه على يعني حنبعته حنعلم السلطات الحكوميه. مين راح يتحمل المسؤوليه؟ من يتحمل المسؤوليه بالفوضى الصايره بالنافعه؟ يعني كلهم. كلهم يعني كلهم؟ لا لا قال لك بصراحة بتحكي المحافظ بتقول لك ما فيني عليه. المحافظ زلمي آدمي مثل ما هو الحاج بسام صديقنا وخينا زلمي آدمي وزلمي قاضي ما أنا شغلته. يعني أنا ما فيك تقول لي تعسو طيارة وأنا ما بعرف شو مهندس ميكانيك تاني. الحق علي قال له مين قال له؟ المحافظ ما في عليهم. عم بيقول أنا ما فيني عليهم ليه وحلي. تجي على وزير الداخلية تقول لك في الهيئة الإدارة يصفلوا ببعضهم. بتروح لهونيك عم بيدفعوا قوة يا عمي. بالقبل كان المواطن يدفع يمشي شغله، هلا عم يدفع المواطن للموظفين علنا في اونني للدفع. عم يدفع $50 25. يعني الفقير المعتل ما معه يدفع ما بيسجل وبيسجلوا غرامات على ناس ما مش عامله مخالفات. مش بس هيك موضوع الدفع تدفع $50 بتسجل ما بتدفع ما بتسجل والدوله كلها معها خبر. صرنا عاملين 50 توصيه والحاج بسام طلاس شارك معنا بكثير من اللجان وكثير يعني عم نحاول. بدك بصراحة يعني ايه بصراحة بنعرفك بتقول الصراحة. ما بعرف شو لازم نعمل مع هيك مافيا. ما بعرف شو لازم نعمل يعني الدولي مافيا. لا 100% 100% دولي مافيا. كيف انت يعني من نطلبها لهالدولة تزبط لنا خطط نقل تمشي كل شيء وهي مافيا؟ يا عم خطط نقل عم بتحاول عم بيحاولوا. نزلنا شوية بساط وكان في تعاون من الحج بسام والاتحادات. اجا كم ازعلا اطون تعاوننا مع الكل. مين طلعوا هالزعران؟ مين طلعوا هالزعران تابعين لمين؟ لكن الازعر ما قالوا بي ولا قالوا ام. لانه هيدا عنده مصلحه خاصه بيكون عنده شيء باص خاص. لا هوليك ما يشتغلوا اجا اعتدى عليهم. بس هلا بعتاد الجيش عم بيحقق والحجب السلام يعني تعاون معنا مع النقابات وكذا وشد عليهم والدوله شدت في تعاون ونحن عم بننزل 100-200 باص. ما قالوا نقيمي قدام 30,000 باص يعني. بس بده تنظيم هذا القطاع لانه ما في ضل فيلت هيك. في نمر مزوره في حدا عنده بوصه بالشمال عم بيهدي بوطه هي وتشتغل بجنوب. بدك بصراحه ما بقى في هيبه الدوله. ما بقى في عنا يعني شو بدك تخوف الانسان المختلف والمعتمد؟ شو ما في شيء ما في شيء خوف منه بقى. يعني خلص نحن عايشين. وقلت حضره النائب سجي عطيه نحن عايشين بشريعه غاب. يعني مين بدنا نطالب مين ما بدنا نطالب؟ يعني المواطن بلبنان متروك لمصيره السائق لمصيره مش هيك؟ على التوكل انت وحظك مثل ما الله اللي بيحمي. بس دولة ما في دولة بصراحة. أنا كثير محبط لأنه الكل بيعرف أننا عاملين كذا لجنة كذا توصية. تبعتي التوصية باثنين وكل واحد بيقول لك ما خصني ما فيني وما حدا بيحسب حدا. ما بعرف كيف يعني وضع كيف الله بده يخلصنا من هالبوطة هيدي والله مش عارف.
يمكن المواطن لازم يخلص نفسه انت هيدا اذا صارت، ما هن بيعملوا كمان قانون انتخاب حتى يرجعوا يستردوا حالهم. أنا مش بس قانون انتخاب، موضوع في سلوك، في سلوك بالدولة خلص ما بقى ينحمل، ما بقى ينحمل، ما بقى ينحمل. بدك بدك حساب، ما في حدا يخالف ويضل، الله بيحاسب، بيقول لك يا على الجنة يا عنا، ما فيك تعمل انت تشتغل بدولة بلا حساب وبلا رقيب وبلا حسيب، والمسؤول بيقول لك ما فيني وما خصني استقل منك لهم. كل يوم جلستنا مع المحافظ ومع الوزير ومع الهيئة وما فيني علينا، وهيدي بوطة وهيدي كذا وهيدا محسوب عفلان وهيدا. بالنهاية نحن بنعلي الصوت، مش مشكلة، ما فينا ننزل ندير النافع. هلا حنحاول الجمعة الجاي كمان نزلين كذا جلسة لتحت لنشوف، بس أنا بقول لك بصراحة يعني صار في نوع من الملل والإحباط من الموضوع هيدا. عم بيسلحوا قوة للناس علنا علنا علنا. نعم. والناس ما لازم تدفع، أنا بتوجه لكل الناس ما تدفع. ينزل له بده يسجل سيارته، ما بيسجل له اياها يدعس على رقبته مين ما كان يكون، لانه حقه يسجل له اياها. نعم، ويقول يسمي مين طلب منه $50. لا لا هني ما يطلبوا علنا كل على يعني عن جد اللي استحوا ماتوا. ما ايه هي ماتوا، ما ماتوا، لو ماتوا لو اللي استحوا ماتوا كنا ارتحنا شوي. حضرت النائب قلت له لضيفي وكان موجود كارلوس نفا رئيس جمعية رانترا، عندهم خطط، عندهم أفكار، عندهم مقترحات. والله لحتى يعني يكونوا عندك ضيوفك. شو بتمنى وقت اللي بدهم يحكوني بأول جلسة عن هالموضوع هيدا بشرفوني. أهلا وسهلا. نعم، يعني اليوم نحن ما لازم هنعمل جلسة، طب ما بدنا دولة لننظم ونعمل دمج ونعمل هوية إلكترونية ونعرف الشرعي من غير الشرعي. نحن عن شو عم نحكي؟ يعني ما بدك دولة لحتى فوضى، نطرح فوضى، أفكار فوضى وماشي. كله محتاج بالعربي ولا بالإنجليزي؟ بالإنجليزي. هلا بأول جلسة حندعي الحزب السام وكارلوس والشباب وحنرجع نخلي الصوت وباكي من ننزل كلنا سوا على النافع وعلى عم فكر هيك. يا ريت كلهم مثلك على الأقل بتقول الحقيقة مثل ما هي بدون لف ودوران. بيكون البركة تاعت سلامتكم، عم تساعدونا كثير كمان. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. حاج بسام، شو قصة الشاحنات للنقل الخارجي؟ مش لازم يكونوا السواقين اللبنانيه؟ بلا. وليش مش عم بيكونوا لبنانيه؟ في اعتراض من السائقين بعثوا لي سائقي الشاحنات. فينا نحكي؟ ايه انت ضيف اليوم ولازم على راسي. على راسي. نعم. اولا باي عمل وباي قطاع من القطاعات القاعدة بتقول الأولوية لللبناني. ولكن أنت لما بيكون عندك حوالي 15,000 شاحنة أو حافلة أو بدك تسميها ترانزيت ونقل مشترك ومبرات، من هي الجهة التي عملت دراسة لتشوف قديش في لبنانيين سائقين يحملون أو يحوزون على هذه الفئة من قيادة السيارات؟ مين؟ أنا إذا عندي 15,000 شاحنة بتروح وبتجي لبرا ترانزيت ونقل خارجي ومبرر، وأنا ما عندي 5,000 لبناني معهم دفاتر تتمارك بيحملوا هيدي الفئة اللي بتخولين سوق السيارة، شو بعمل؟ بعطل الاقتصاد؟ أكيد. لا بوقف الشاحنات. اثنين، هذه أولا مش موجودة الدراسة، مع احترام وتقديري للي أخذوا القرار مش موجودة. لا. أنا ما عم دافع عن غير لبنان. اثنين، إذا كان لبنان بدي أقول أنا السيارة اللي بدها تمشي بلبنان بدي أسوقها لبناني، طيب أنا عندي سيارة شحنة على سبيل المثال أو حضرتك وراحة من هون على السعودية، إذا كان لبنان بدي أقول بدي سوق على الأراضي اللبنانية بدي يكون لبناني. كل دولة توصل على الحدود السورية للأردن بتقول لك سوريا أنا بدي إياه سوري سوق لهي الشهر. من الأردن هي بدي أقول لك بدي سوق، العراق بدي أقول لك بدي سوق، الكويت بقول لك بدي سوق. هيدي الشاحنة قديش كلفة البضاعة بتصير فيها؟ مش هناك أنا لما قلت بالبيان وحكينا بالبيان إنه هذا التسرع بالقرارات لأنه حدا يجي عباله يحكي كلمتين سولف سيلفي ويمشي فيها أمنا دغري طرقنا له قرار. طيب يعني يا ستنا والله عم يكذبوا حاله، والله عم يكذبوا حاله يا عم نفسه. هيدي الشحنة
اللي عم بيسوق على غير لبناني، عم بحكي للنا الخارجي والمبرة، اللي عم بيسوق غير لبناني اوكي اليوم عم يتحيلوا على القانون، هن عم بيعلموا العالم الكذب والاحتيال واللف ودور. اليوم بسوق اللبناني من مرفق طرابلس للعبودية بكون السوري ناطره بيركب فيها بدل مكفي. نعم اتصالين مع بعضهم. مين معي؟ حالنا مين معي؟ الو ايه تفضل. يعطيك العافية ريمو أبي داود. يا هلا تفضل. أول شيء الله يقويكم وبرنامج ناجح والمناقشة ناجح، بس أهم شيء قلتوها بالحقيقة إنه مين بدك تطالبي كلهم مافيا. طب لما بيقولوا لي بيقول لي نايب ببرلمان ما في دولة، أنا هلا لمين عم بتوجه؟ يا مظبوط، ما هني كلهم مافيا وما خلوا شيء بالدولة، ما بقى في شيء ولا مؤسسة. عملي جردي على كل مؤسسات الدولة، دمروا كل شيء. الله يرحم ميشيل أبو جودي لما قال أسوأ ما يواجهه لبنان أن الميليشيات أصبحت شرعية، الله يرحمه. هودي ميليشيات، تركيز الإعلام اليوم نرجع نعمل ثورة، عملنا بال2005 نصف ثورة دمرت ما دمرت، عملنا بال2017 19 نصف ثورة. بدكم تركزوا توحدوا اللبنانية بانصهار وطني، تلغوا الطائفية من نفوسهم ويعملوا ثورة طيب نخلص من الميليشيات ونرجع نبني دولة من مثقفين من متعلمين من شباب بحبوا هالبلد. هودي ما هني من الأساس من الخمسة وسبعين هودي دمروا الدولة. وصلت الفكرة. بالتنين وتسعين بالطائف سلمون الدولة استلموها. شكرا لك وصلت الفكرة. في اتصال آخر. مين معي؟ يا هلا تفضل. معك ابو علي اسماعيل الدوجة تحية الاستاذ الحاج الاخ العزيز حسام. ايه لا تقله انه بهالازمه اللي مرقت لبنان خسر كثير. واول واغلى شيء خسره ضمير الموظف، وخسر لبنان كثير نفسيات وأساتذة كبار وموظفين خلوقين. سؤال عن السير بس معلش تفضل. ايه بس بدي وجه لك تفضل. صار الموظف الشريف يعتبروه غلط، صار الموظف اللي بيمشي قانوني وبده مصلحة العالم يعتبروه غلط. ليه عم تحكي هالكلام؟ بس قلنا ليه عم بحكي هالكلام، لانه تجي الدولة وتنظم المواضيع والاشياء اولا مثلا مثل البواسط ايه تولي الدولة جذري حطولهم عصي بالدواليب. ايه بس هلا رح نشوف. نعم هل عصي رح تنحط بالدواليب؟ نعم. ايه كرمال شغلة واحدة، كرمال حتى يوجهوا رسالة للعالم انه لبنان مش حضارة. شكرا لك. اهلا وسهلا فيك. رح ينضم لنا المدير العام ورئيس مجلس ادارة مصلحة سكك الحديد والنقل زياد نصر. اهلا وسهلا فيك حضرة المدير. صباح النور لك ولضيوفك الكرام والمستمعين. حط لكم عصي بدوليب، يعني هلا شو رح يصير من بعد الاعتداء على البساط؟ عصي بدوليب ولا رح تكمل شغله عادي؟ ليك شوفي، من بعد ما اطلقنا اول خط كان في شويه خلينا نسميهم عثرات او عوائق على الارض، مفترض كانت من افراد غير مسؤولين. كل الجهات المعنيه والمختصه والمعنيه بالقطاع ابدت السنكار الشديد، والاجهزه الامنيه كانت عم تواكب بصوره حثيثه. وفيني اقول اليوم يعني من يومين ثلاثة ما عاد لاحظنا أي اعتداء على باص أو على سائق. نعم يعني ماشي الباصات. صحيح. طيب كيف يعني اليوم دي التعرفة وين خطوط النقل؟ ليش ما استعنتوا مثلا بشوفرية من القطاع العام؟ يعني هيك كلها أسئلة عم تتوجه لكم. شوفي ست نوال، نحن هيدا الموضوع كمؤسسة جربنا كل الوسائل المتاحة لحتى نمشي خطوط النقل أو الباصات والحافلات اللي بتمتلكون المؤسسة بوسائلنا الخاصة، يعني من خلال موظفينا وباعتماداتنا الذاتية. إنما هيدا الموضوع لم يكن متوفرا، لا بل كان من المستحيل بالنظر إلى الظروف المالية والاقتصادية بالبلد بظل غياب التوظيفات مبدئيا وغياب الاستثمارات لاعتمادات الاستثمارية. من هيك ما كان في مفر ولو أي وسيلة متاحة إلا من خلال التكامل أو التعاون مع القطاع الخاص من خلال مزايدة أطلقتها المؤسسة وفقا لقانون الشراء العام إلى أن رسيت على إحدى الشركات بالقطاع الخاص اللي هي شركة أحداب للمواصلات. نحن في عنا خطة مرسومة، خطوط سير محددة. لوين خطوط السير بس حتى ياخذوا الناس فكرة؟
عندنا ثلاث محاور أساسية بين بيروت شمال، بيروت جنوب، بيروت البقاع، وعندنا خطوط أخرى داخل مدينة بيروت الكبرى بالإضافة إلى بعض المناطق في جبل لبنان. تم اختيار الخطوط بدقة وبعناية بشكل أنه يمكن أن نتكامل مع المشغلين من القطاع الخاص، وضمن إطار تعريفات رسمية مقررة وفقاً للأصول تنسجم مع قرار وزير الأشغال العامة والنقل اللي أقره مؤخراً بعتقد بأيار 2024. من هيك إحنا اليوم عم نحاول نقدم خدمة جديدة بحلة جديدة بتتصف بمواصفات هيك الحد الأدنى من الأمان المطلوب من الثقة مع المواطن اللبناني لجهة مسار الخط ومحطات الوقوف، لأنه لن يتوقف تتوقف الحافلة أينما كان بشكل عم يسبب إزعاج للمواطنين وللسيارات. نعم. سيكون هناك وبدأ العمل على محطات محددة على مسارات السير. قديه تعرف حسب كل خط 70,000 عم بينقال، يعني بتوصل من 70,000 إلى 170,000 إلى 200,000 من نهر الموت للنادي العسكري، هيدا الخط الأول 70,000. الخط يعني الخطوط الأخرى منها 70 منها أكثر، يعني عندك بعدين في عندك نهر الموت الكونكورد كمان بال70,000. سيتم الإعلان في حين عند إطلاق كل خط على التعريف تبعه، إن كان عبر تقنيات السوشيال ميديا أو المشغل حيتم الإعلان عنهم بالإضافة إلى المؤسسين. فإذن هناك مجموعة من الخطوط، لكل خط هناك تعريفة محددة جدا معقولة ومقبولة بتنافس القطاع الخاص. لا تنسجم مع القطاع الخاص، منا أكثر ولا أقل بكثير عن القطاع الخاص. بس مبلغ بيطلع لها للدولة 10% مش هيك؟ يعني طبعا. في منهم عم بيقولوا انه هالمردود للدولة كتير قليل اليوم بتسيير هالبساط، هل هالشي صحيح؟ اسمحي لي اقول لك شغله، مع احترامي لكافة الاراء اذا في اراء من هذا النوع، المؤسسة حصتها 10% من الايرادات من اجمالي الايرادات. نعم. غير الصافي، الايرادات قبل اقتطاع اي تكاليف للمشغل. تمام. نعم. 10% يعني المؤسسة عمليا من كل عدد تذاكر تباع على الخطوط عم تاخذ 10% ايرادات لها. نحن كلنا بنعرف واقع القطاع واشكالياته، وكلنا بنعرف انه قطاع النقل الى حد كبير متعارف عليه منه قطاع يعني ربحي بهذا الكم تحديدا بلبنان بهذا العدد الموجود من المشغلين، ان كان الرسميين او الشرعيين او كان غير الشرعيين. اليوم بلبنان عندك مشغلين أساسا عم بيعانوا منه الاتحاد نقابات النقل. نعم. عندك عدد مبالغ فيه غير شرعي عم بيشتغل على الخطوط، وهيدي مناسبة لندعي الدولة لتوقيفهم، خاصة أو لتطبيق القانون أساسا، خاصة أنه بدأت الدولة تسير حافلاتها وهناك عدد غير قليل من المشغلين من القطاع الخاص أصحاب المركبات العمومية اللي هم وضعهم شرعي وقانوني. نعم. فإذا بخضم هذا الواقع على القطاع ما فيك تراهني كثير على موضوع ربحية عالية. نعم. نحن كنا أمام خيارين، أنك تقتطعي نسبة من الأرباح وهذا أمر كان معقد وصعب، ويمكن للمشغل أو للمتعاقد أو المقاول أن يبالغ بنفقاته ويعلي رواتب أجوره، وبالتدريجي بتخف وبتقل حصة الدولة إذا اقتطعت من الأرباح. فإذا المؤسسة قامت بأقصى ما يمكن انطلاقا من الواقع الراهن بالقطاع، وطبقت مزايدة على أساس من يقدم إلى المؤسسة أعلى نسبة من الإيرادات. انتبه، هيدي مسألة أنا برأيي بالعرف التجاري برأيي جدا الرقم جدا جدا مقبول. هلا نحن نراهن ونعمل ونفع ونطلب من كل المعنيين تسهيل الإجراءات ومقومات النجاح لهالخطة، لأنه نجاح المشغل من نجاحنا اليوم. نعم. على كل حال نحن بدنا نشكك، بس سؤال، تأخير بإطلاق الباصات هو بسبب عدم قدرة الدولة على توفير سائقين للحافلات؟ يعني اليوم هيدا كان موضوع صعب عليكم؟ طبعا هناك قانون منع حد من التوظيف، بالإضافة إلى الزيادات اللي عم تتقطع على الرواتب والأجور واللي هي أساسا خجولة، ولا يمكن التحدث اليوم إذا بدك تعملي توظيف أنت بالقطاع العام. أنت في حدا مصدق أنه اليوم في حدا بيتقدم على وظيفة بالقطاع العام؟ راتب الشوفير بالثلث اللي بالنقل المشترك لليوم 1.5 مليون ليرة، بتحكي ب $15، مين بيجي بيعمل شوفير بسوق بهذا الجوب $15-$20 بالشهر؟ فإذا
هيدي مسألة كانت صعبة من هيك، لكن ما كان في مفر إلا أنه نتعاطى مع القطاع الخاص. وأساسا بلشت تتبين اليوم القطاع الخاص عم يستثمر بالقطاع. من هيك من واجبنا أنه نحمي هذا الاستثمار. كيف لما أقول عم يستثمر؟ اليوم تم تجهيز المركبات، تم صيانتهم هيك، وتم تجهيزهم بوسائل حديثة وبتقنية الاتصالات والمعلومات، إن كان عبر الكاميرات، إن كان عبر تقنية جي بي اس إلى آخره، إن كان عبر استحداث محطات الوقوف، إن كان عبر إجراء بعض أعمال الصيانة إلى مرآب المؤسسة محل ما فيه عم يصير في ركن للحافلات. اليوم نحن صرنا تقريبا 15 يوم مبلشين. أنا بأكد أنه صفت المؤسسة الموجودات اللي حصلت عليها نتيجة هذا النوع من التلزيم لم يكن بالإمكان القيام فيه من 10 سنين. صحيح. إذن لليوم نحن ست نوال بلشنا إذا بدك على مستوى تحقيق نتائج إيجابية من جراء هيدا التلزيم، وبعد وعن تسير الخطوط عم يفتلنا إيرادات بشكل يومي. طبعاً بعد فجولة إنما هيدا الموضوع متوقع بمؤازرة وتعاون القوى والأجهزة الأمنية والإعلامية، لأنه الإعلام دور أساسي، وأساساً شفناه عند بداية الإشكاليات. الرأي العام دور مهم. القضاء دوره مهم. اتحاد نقابات النقل البري لم يقصر. أنا بوجه تحية للنقيب اللي قاعد معك، لأنه أنا طلعت على بيانه عن بداية الأزمة، وحسنا فعل بالبدايات أطلق بيان واضح، لأنه عندما بدأت الإشكاليات صار في إشارة سلبية باتجاه الاتحاد أو باتجاه جهات حزبية أو سياسية، وكلنا بنعرف، نحن واعيين وبنعرف تماما، لا يمكن لأي أحد لأي عاقل أن يغطي هذا النوع من الشوازات على الـ على الـ على الأرض بوجه الدولة اللبنانية أو ضرب مؤسساتها. فإذن هذا المناخ كله سوا أرسى نوع من الاستقرار. علينا أن نتعاون جميعا لأن تنجح هذه الخطوة. في سؤال أستاذ زياد يعطيكم العافية أول شيء، وبنشد عائدكم بالمشروع اللي أطلقتوه، وبنستنكر مرة تانية ومرة تالتة ومرة رابعة أي تعدي إن كان من المواطنين أو كان حتى من وزراء ومن الحكومات السابقة على مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك. إيه سؤال دغري مباشر. أنا بس لا، الأستاذ زياد عم بقوم بأكتر من الطاقة الموجودة، هو مدير تنفيذي مش واضع سياسات، هو بينفذ سياسات حتى الحكومات. نحن نطلق صرخة للحكومة وللرئيس مئاتي لعدم تفريغ مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك من الموظفين. حاليا أستاذ زياد عم بيعاني كل ما بيوصل واحد على السن القانوني عم بفل. طيب عبكرة مين بده يقبض الإيرادات؟ عبكرة مين بده يستقبل هالبساط تركن لما بيبطل في حدا بالمصلحة غير المدير العام لحاله؟ كل ما حدا عم يوصل على السن القانوني عم بفل. فنحن بحاجة أو نطلق هالصرخة لمجلس وزراء يسمحوا التوظيف بمصلحة ويزبطوا معاشات هالموظفين. مستحيل حدا بهالأزمة نتركه يعيش $15، هذا أمر غير مقبول. هو الشاب الوحيد أنا بأكد على الكلام. تفضل بس أنا بأكد على الكلام اللي عم بيقوله، هو كلام صائب وبمحله الضروري وبتوقيته المناسب. أنا سيكون لي كتاب بالمرحلة القريبة إلى مجلس الوزراء، وطبعاً هذا الموضوع هني بجوه، طبعاً عبر وزير الأشغال العامة والنقل الملم تماماً باحتياجات المؤسسة للطاقم البشري المناسب، العنصر البشري الذي عليه أن يواكب عملية الإشراف والمتابعة على المشغل بالقطاع الخاص، هي ما أن المؤسسة بلشت بإطار مسار الصعود أو النهوض بهذا المرفق. فإذن هاي المؤسسة بدها رعاية واهتمام. المؤسسة اليوم في وتيرة سريعة لبلوغ السن للعاملين فيها. اليوم المؤسسة تفتقر إلى العناصر القيادية فيها، إن كان عبر سوى الفئة الثانية أو الفئة الثالثة. هول ضروري وجودهم للاستمرار. شكرا لك ضيفنا المدير العام ورئيس مجلس إدارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر. يعني بعد عنا وقت قليل، شو قصة هالضمان؟ يعني الناس بدها تطبب يا حاج بسام، السائقين بدهم يطببوا. إني بتجوع ما بتاكل، تاكل خبز حاف بس، فيك إذا أنت انوجعت ما تروح تطبب وتوقف على باب المستشفيات؟ يبدو لا. شو صار؟ خبر، ما في شي مستجدات؟ هلأ منقرأ شي بكلمتين مختصرة. فضل، لأنه ما عندي وقت. فضل. الضمان الاجتماعي مثله مثل غيره مؤسسات تبع الدولة، ولكن الفرق بينه وبين غيره أنه هي مسؤول مؤسسة إلها نظامها الخاص
الكبير بيحمل الصغير، القوي بيحمل الضعيف، لكن أصاب للمؤسسة ما أصاب كل مؤسسات مواطني لبنان. الضمان الاجتماعي مودع مثله مثلي، عرفنا حكينا صناديق خزينة عند الدولة، عملك مودع راحوا مصرياته وبالتالي مصريات اللبنانيين بحقهم بالاستشفاء، هذا شيء مكرس بالدستور. الأزمة اللي صارت وارتفاع الأسعار والدولار مقابل اللبناني واللبناني مقابل الدولار أكيد يعني موجودات، وإمكانيات الضمان الاجتماعي بالاشتراكات اللي كانت سابقا بالتأكيد ما بيعملوا شيء. عم أقول بالتأكيد ما بيعملوا شيء. أنا عم شوف المدير العام وعم شوف المعنيين صار في تحسن، لأنه صاروا أننا تقريبا فترة طويلة عم ياخدوا اشتراكات على 89500 خلاص يعني، وكلامنا كان واضح اللي بياخد على 89500 ما بيقدر يطبب أو يسدد أو يغطي على 1500، بدنا نكون منطقيين كمان. إلى حد ما صار في شبه توازن ما بين الاشتراكات والتقديمات، عم ترجع تدريجيا الأمور. بما يتعلق بالسائقين، أنا اتفقت أنا المدير العام رح نعمل جلسة لكل نقابات النقل البري اللي هن بيحكوا باسم السائقين بمسلوب السائقين، جلسة حوارية بالأمين بمقر الاتحاد أو بمحل تاني لحتى يعرض شو في عنده الضمان الاجتماعي، وخاصة بفئة السائقين العموميين، لأن السائق العمومي عم بيسدد وقريب جدا بعنده. كارلوس نفع في انتظار قطار الحل، أين القطار اللبناني ومحطاته هاليوم؟ يعني ما حدا، ما في شيء ماشي. القطار اللبناني بيد المواطنين يرجعوا ينتموا لوطن مش لعائلتهم ولا لعشيرتهم ولا لضيعتهم ولا لطيفتهم ولا لأحزابهم، ينتموا لوطن، ينتموا للمصلحة العامة. لما نعرف أنه نظافة الشارع هي من نظافة بيتنا، لما نعرف أنه السواقة على الطريق بأي طريق هي حماية لأولاد ولادنا، منكم بلشنا نمشي وطن ونرد لبنان على السكة. على كل حال يعني عم تطلع مبادرات يعني بيمشي الحال فيها، بس هي صغيرة صغيرة على مبادرة وطن ضايع بعده ومشلع ودولة مش موجودة للأسف. ونحن كل هدفنا نطالب الدولة، لما بيطلع نائب بحلقة معنا وبيقول ما في دولة لا تندهي ما في حدا، عن جد أحبطنا. نحن المواطنين بدنا نرجع نعمل دولة، كيف وليش يمكن بدها حلقة. أنا بدي أشكركم بسام طليس رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، كارلوس نفع رئيس جمعية ترانتران، كان معنا النائب سجي عطية والمدير العام ورئيس مجلس إدارة مصلحة سكك الحديد والنقل زياد نصر. إلى اللقاء مع حلقة جديدة.